بعد كده بنبدا ناخد الناس، بيبقى في جوله في المراكب، ناس بتنزل المراكب بيبداوا بيتصوروا جوه في المركب، في ناس برضو بيحبوا يقدفوا في المراكبيه يعني متعاونين معاهم فبيسيبوهم عادي يقدفوا، بس برضو بيبقى في عدد امن للمركب بيبقى فيه 6. بيروحوا بقى للمكان اللي فيه ساند بوردنج، وبيبقى فيه هنا الاكتيفيتيز اللي هو التزحلق على الرمال، بيبقى فيه تزحلق على الرمال موجود، البوردات الناس بتزحلق عليها، بنشرح لهم ازاي بنبدا نتزحلق، في اللي حابب يركب خيل، اللي حابب يركب جمال، في معانا اللي هو المظله لو حد برضو هيبدا عايز يركب المظله، اكنه بالظبط بيقفز من طياره او حاجه، بس هي بتبقى على ارتفاع امن برضو. دي بتبقى على العربيات اللي هي الفور باي فور اللي هنا بتامن الموضوع ده او بتساعد فيه. الناس اللي هنا بتبقى اغلب يعني الناس كلها مدربه على الموضوع، مجهزين معاهم الادوات بتاعتهم، الادوات بتاعتهم سليمه. وتشتهر المنطقة على المستوى السياحي والثقافي ورحلات السفاري. احنا هنا بنعمل رحلات سفاري في محمية وادي الريان، بنعمل رحلات سفاري مبيت في الصحراء، قصور العرب، مويلح، ماجيك ليك، اماكن كتيرة جميلة في محمية وادي الريان، اماكن خلابة طبعا. حاليا المصريين او مهتمين بسياحة السفاري جدا الايام دي، والحمد لله الشغل كويس وتمام يعني. محمية وادي الريان منطقة امان جدا للزائرين للمبيت وكده، ومنطقه جميله وجذابه يعني. يعني انا لما احب اعمل كامب او معسكر في ريان ايه اللي بعمله؟ اعمل حاجه ازاي حضرتك؟ بتنزل شاليه وادي ريان الاول، بيكون لسه عربيات سفاري مستنيه حضرتك، بتطلعكم ماجيك ليك، قصور العرب، مويلح، اماكن كتيره في محميه وادي ريان. انت حضرتك بتختار الاماكن اللي انت عايز، المكان اللي انت عايز المعسكر يتعمل فيه او تبات فيه، انت حضرتك بتحدده. السفاري بتطلعك كذا كذا مكان وانت حضرتك بتحدد. الشلالات والطبيعه الغناء ترسم لوحه فنيه فريده في قلب الصحراء، صوره لقدره الله على خلق البديع والمحال. من ياتي الى هنا لعله يدرك معاني الحب والخير والجمال. إنها بيئة صحراوية متكاملة تحمل بين طياتها كثبانا رملية وعيونا طبيعية وحياة نتية مختلفة وحيوانات متنوعة. وتحتوي المحمية التي أعلنت محمية طبيعية عام 1989 على بحيرتين صناعيتين تربطهما قناة وشلالات مياه ساحرة، بالإضافة لمنطقة العيون. وتكونت البحيرتين الصناعيتين في وادي الريان عام 1973 عندما تم غمر منخفض صحراوي أرض مياه الصرف الزراعية، وقد نمت أحراش نبات البوص حول الشاطئ لتخلق مناطق أسماك وطيور مائية. مساحة محمية وادي الريان 1859 كيلو مربع، أعلنت محمية طبيعية بقرار من رئيس الوزراء سنة 1989. عندنا حاليا دلوقتي احنا واقفين عند منطقة الشلالات بمحمية وادي الريان، ودي مساحة البحيرتين، البحيرة العليا والبحيرة السفلى 113 كيلو متر مربع. المية اللي موجودة في البحيرة ينوت مية نيل نتيجة الأرض المية زايدة عن حاجة الأرض الزراعية. بيئة البحيرات أدت إن في 170 نوع من الطيور. أعلنت منطقة طيور هامة اللي هي محمية وادي الريان سنة 99 المنطقة هامة للطيور بسبب تعدد إن في طيور مهاجرة وفي طيور مقيمة، وصل إجمالي في أغسطس 2007 ل 170 نوع من الطيور. بعد كده في محمية وادي الريان واحة العيون، وهي منطقة ذو طبيعة خاصة بأعلى تنوع بيولوجي، فيها 4 ينابيع مياه طبيعية، فيها نباتات، فيها غزال، فيها ثعلب الفنك، فيها ثعلب، فيها الورل، فيها الارنب، فدي بيئه متكامله. فالمحميه فيها تعدد، فيها تعدد ما بين بيئه البحيرات وما بين بيئه الصحراء، بيئه ينابيع الميه. واصبح عدد الزوار دلوقتي في تزايد مستمر، عدد الزوار اخر احصاء له تخطى 300,000 زائر بعد ما كان 150,000 زائر. وأصبحت منطقة العيون خارج إطار الزيارة بعدما أحاط بعض الخارجين عن القانون بها، مستغلين حالة الفوضى التي أعقبت ثورة 25 من يناير. ومن أجمل مواقع المحمية التي لا تفوتك زيارتها جبل المدورة الذي يقع بالقرب من البحيرة السفلى، فمن المرء أجمل المناظر، وهو مشهد التباين بين زرقة مياه البحيرات
ورمال الصحراء. وإذا طال بك المقام فلا يفوتك زيارة البحيرة المسحورة التي تقع بين الجبال المرتفعة والكثبان الرملية التي تحيط بها من أربع جهات، وهناك تستمتع بمشهد الغروب الذي لن تنساه أبدا. من وادي الريان في الفيوم، محمود العزالي لبرنامج مراسل النيل. إنها واحدة من أشهر كنوز مصر الزاخرة، فشكراً لفريق الإعداد على هذا التقرير، وبالطبع لزميلي محمود الأزالي. من وادي الريان بالفيوم إلى معلم آخر وإلى ما تتميز به مصر من شيء آخر، فمن أشهر الوادي الحيتان في الفيوم لبعض الأماكن والمحميات الطبيعية إلى أشهر الأغاني والخاصة بالرحلات في مصر. يا سواق يا شاطر، ودينا القناطر، وكانت متميزة وتتميز بها مصر، والمقصود هنا القناطر الخيرية والتي شيدها محمد علي باشا، والتي تعد أعجوبة فنية وأثرية وسياحية، وواحدة من أروع الآثار المصرية الحديثة في مجال هندسة الري. المساحات الخضراء فيها وجمال الطبيعة جعلها دائما مكانا مفضلا للرحلات بشكل عام، ولرحلات شم النسيم بشكل خاص. نتابع. آخر أعمال مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا، ومن أكثرها نفعا، إنها القناطر الخيرية، درة التاج التي جلبت الخير للبلاد. وأصدر محمد علي أمرا بتنفيذ المشروع عام 1833، وتم الانتهاء من إنشائها عام 1868. ومنذ إنشائها صارت القناطر الخيرية معلما أثريا وسياحيا واقتصاديا لمصر الحديثة، يفد إليه الزائرون من الداخل ومن الخارج. هنا بيجوا مثلا اللي بيجي من الكويت، من السعودية، من الإمارات، واخد بال حضرتك، اللي بيجي من القاهرة، واخد بال، في من حوالين مننا هنا ولاد المنطقة وكده، وبرضه بتاع وكده. وعندنا هنا القناطر اللهم صل على النبي جميلة الحمد لله، وما فيش خوف ولا في اي حاجه، وفي امان يعني. ويتفرجوا على الشلالات هنا عندنا وقناطر محمد علي، ودي قناطر الملك فاروق، خد بال حضرتك. وعندنا هنا الحمد لله يعني جناين كلها كويسه الحمد لله، ونضيفه الحمد لله وكده، وكله تمام يعني الحمد لله. على فرعي نهر النيل رشيد ودمياط شيدت قنطرتان وثلاث ترع كبرى تتفرع عن النيل لتغذية الدلتا، وهي الرياحات الثلاثة: المنوفي والبحيري والتوفيقي. وتضم القناطر 71 بوابة على فرع دمياط و61 بوابة على فرع رشيد، وخصصت كل بوابة لسريان المياه منها في اتجاه وبحجم معين. وخلف بوابة فرع رشيد يفيد آلاف الزائرين